العجز الجنسي يدمر العلاقات، إليك كيفية التعامل معه. بلا أدنى شك يؤثر العجز الجنسي لدى الرجال والنساء على الصحة العقلية والجسدية، فقد يكون الأمر سهلا لدى الكثيرين في البداية لننجب طفلا، وبعد أشهر متتالية من المحاولة يكون ذلك هو آخر شيء يريد كلا الشريكين سماعه أو قوله. تعد هذه المشكلة أحد المشاكل التي يعاني منها العديد من الرجال، وتتميز بعدم القدرة على استمرار انتصاب القضيب لوقت كافي، أو عدم القدرة على القذف أو كلاهما. يعاني جميع الذكور تقريباً من مشكلة العجز الجنسي مرة واحدة كل فترة، كما يعاني حوالي 30 مليون رجل أمريكي من تلك المشكلة بشكل دائم ومستمر. أسباب العجز الجنسي: هناك العديد من الأسباب، منها 1- أمراض الأوعية الدموية. تعد أمراض الأوعية الدموية أحد أكثر أسباب العجز الجنسي شيوعاً، إذ يحدث الانتصاب عندما يتدفق الدم بكثرة في القضيب. بعض الأمراض قد تحد من تدفق الدم للقضيب، مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب. 2- تلف الأعصاب. قد يحدث تلف الأعصاب نتيجة للإصابة بمرض السكري أو تلف الحبل الشوكي أو جراحة البروستاتا. 3- عوامل نفسية. قد يتسبب الاكتئاب والقلق والخوف، وكذلك الشعور بالذنب في الإصابة بالعجز الجنسي. قديما كان الأطباء يعتقدون أن العوامل النفسية هي السبب الرئيسي في حدوث هذه المشكلة، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث أكدت الدراسات حديثا أن العوامل الجسدية تسبب العجز الجنسي لدى الرجال. 4- الأدوية. قد تساهم بعض الأدوية في العجز الجنسي، منها أدوية ارتفاع ضغط الدم وأدوية أمراض القلب، وكذلك أدوية الاكتئاب وسرطان البروستاتا. 5- اضطراب الهرمونات. قد يتسبب الخلل الهرموني في مشكلة الانتصاب عند الرجال، وخاصة في حالة انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، مما يؤدي إلى العجز الجنسي عند الرجال. علاقتك أنت وشريكك: لا يسبب هذا المرض مشاكل وضغوطات للرجل وحده أو السيدة وحدها، ولكن يؤثر العجز الجنسي على العلاقات بشكل عام، وخاصة علاقتك العاطفية بشريكتك. يعاني كلا الطرفين على حد سواء من عواقب علاج العجز الجنسي، وقد يؤدي الفحص إلى التحسس بين الشريكين، وكذلك قد تشكل مسألة من يتحمل عبء العلاج مصدرا للتوتر أيضا. فيمكن القول أن العجز الجنسي لا يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر الطبيعية فقط، ولكن قد يثبط من القدرة الجنسية لدى الشريكين، وفي الأغلب يكلف العلاج أسعارا قد يضطر بعض الأزواج بسببها إلى أخذ قروض تمهيدا لدفع تكاليف علاج العجز الجنسي. ويختلف معدل نجاح العلاج اعتمادا على الآتي: عمر السيدة الحامل، تشخيص العجز الجنسي، تكاليف التحاليل من قبل المختبر، تكاليف الكشف في العيادة. العجز الجنسي وتأثيره على علاقتك بأصدقائك: قد لا نعرف ماذا نقول عند مواجهة موقف لم نتعامل معه أبدا، وهذا ما يحدث تماما إذا كان لديك صديق وأخبرته عن معاناتك بسبب مشكلة العجز الجنسي. فمن الأفضل أن تدع أصدقائك المقربين يعرفون ما تشعر به، بجانب كونك صريحا فيما تشعر بالراحة لفعله وما لا تفعله. العجز الجنسي وعلاقتك بوالديك: متى سأرزق بحفيد؟ قد يكون سؤالا مزعجا للكثيرين، حتى للأزواج الذين لا يعانون من مشكلة العجز الجنسي. فغالبا ما يعاني الأزواج من مشكلة العجز الجنسي والخضوع للعلاج لشهور عديدة دون إخبار أي شخص آخر في حياتهم، إما أنه لا يرغب في إثارة قلق والديه، أو أنه لا يريد أن يحبطهم في حالة عدم استمرار الحمل. العجز الجنسي والأطفال الأكبر سنا: إذا كنت تسعى لإنجاب الطفل الثاني أو الثالث، تواجه عقما ثانويا، فقد تواجه ضغطا إضافيا لرعاية أطفالك الأكبر سنا وتدريبهم على كيفية استخدام المرحاض وتناول الطعام والنوم، بالإضافة إلى حركة الطفل المستمرة. لذا يواجه العديد من الأزواج صعوبة في إيجاد وقت إضافي لممارسة الجنس، فقد يتطلب الأمر تخطي الروتين الصباحي للطفل حتى تتمكن من الذهاب لإجراء الموجات فوق الصوتية أو سحب عينة دم في وقت مبكر صباحا.
هذا بالإضافة إلى الضغوط المالية، ونتيجة لذلك ستكون الإجازات العائلية والوقت المخصص لطفلك أقل، مما يؤثر على سعادة أطفالك. كيفية التعامل مع العجز الجنسي وكيفية الحفاظ على العلاقات. أثناء علاج العجز الجنسي، قد تواجه العديد من العقوبات للحفاظ على علاقاتك الاجتماعية بمن حولك، وإليك بعض النصائح التي قد تساعدك في الحفاظ على علاقاتك الاجتماعية. 1. حدد من تستطيع الوثوق بهم ومشاركتهم تجربتك، وذلك باختيار شخص أو شخصين ممن تثق بهم، ولكن إذا كنت من الأشخاص التي تقدر الخصوصية، تستطيع الانضمام إلى مجموعة دعم مجهولة. 2. تكوين علاقات صداقة جديدة. ففي الحقيقة يعاني 1 من كل 8 أزواج من هذه المشكلة، فمن السهل تعزيز صداقات جديدة عبر الإنترنت أو في العيادة أو من خلال مجموعات دعم العقم. 3. اطلب الدعم سواء قررت مشاركة مشكلتك أو الاحتفاظ بها. 4. تعرف على ما يحفزك، تواصل مع أشخاص لا يركزون كثيرا في أحاديثهم على الأطفال والحمل. 5. افساح مجال للرومانسية مع شريكتك، يمكنك تحديد موعد لقضاء ليلة أسبوعية مع شريكتك، أو ممارسة الرياضة سويا، أو مشاهدة فيلم كوميدي معاً.